نروح من ضمن نظام المسابقة واللي الناس اتكلمت معايا جامد فيها، يعني فكرة ايه اللي حصل. طيب الزمالك راح لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، وقبليها بيراميدز اللي في المركز الثاني في الدور الاول لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، وفيشر لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، والمحلة لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، واسوان انا بجيب لكم الانديه الشعبيه كمان لعبت، والاتحاد والمصري حتى يعني يمكن الوحيد اللي ما بيلعبش بسبب اجواء عدى عليها اكتر من 12 سنه. نتفهم جيدا ما حدث في مباراه كره قدم ما بين المصري والنادي الاهلي، وده الى ادى الى ايقاف الملعب لمده 4 سنوات. ثم طبعا طبيعي ومنطقي ان الاجواء لا يصلح فيها لعب كره قدم، خصوصا على الملعب اللي حصل فيه الكارثه الانسانيه. تمام، وبالتالي عدم لعب النادي المصري او لعب المصري ده طبيعي ومنطقي ونتفهمه. اما عدم لعب النادي الاهلي مع الاسماعيلي فيقول لك ده قرار امني. هنا السؤال، هل الملعب لا يصلح لاستقبال المباريات؟ هل الملعب ممنوع امنيا؟ هل ملعب النادي الاسماعيلي ممنوع امنيا؟ هل الامن يرفض ان تلعب مباريات جماهيريه على ملعب النادي الاسماعيلي الذي لا يصلح؟ مثلا الهلال السوداني حرم من جماهيره بسبب ان مواصفات الملعب حتى الان غير امنه او لا تصلح لاستقبال المباريات، وده على حسب الاتحاد الافريقي وقراره اللي اتخذ. ايضا في بعض الدول زي بوركينا فاسو زي غينيا زي اثيوبيا ممنوع انها تلعب على ارضها لان الملاعب اللي عندها لا تصلح لاستقبال المباريات الكبرى. فنجد ان ملعب النادي الاسماعيلي مواصفاته تسمح باستقبال المباريات الكبرى، ونجد ان النادي الاسماعيلي بيستقبل نادي اسمه نادي الزمالك بجماهيريته العريضه بملايين من الجماهير بيستقبله في الاسماعيليه، وكل الانديه الشعبيه بتروح تلعب في النادي الاسماعيلي الا النادي الاهلي. اذا رفض الامن هو ليس رفض للملعب وليس رفض لان الملعب غير امن او لا يسمح بلعب مباريات على ملعب النادي الاسماعيلي، ولكن الرفض ان الاهلي ما يلعبش هناك. يعني الرفض مرتبط بالنادي الاهلي وليس مرتبط بالملعب، لان في السابق وقبل مباراه المصري كان هناك كارثه قد تحدث في ملعب غزل المحله، لولا قدر ربنا الحمد لله والامن في ذاك الوقت حمى الموضوع، ولكن هذا الملعب يستقبل مباريات النادي الاهلي وبعد عناء. يعني كان فتره ما استقبلش وكنا اتكلمنا وما كانش لعبه وغيروا الدور الاول من الدور الثاني فاكرين، الى ان ذهب النادي الاهلي ليلعب مبارياته في المحله. هنا البعض وبعض الصحفيين قال لك حتى يا عم خالد غندور لو الاهلي خسر ماتشاته كلها بتاعت المصري وبتاع هيتصدر الدوري، ولكن طبعا دول بيبقى الهدف من كلامهم هو الترند او يعمل قصف جبهه او كلام ملوش اي منطق. لكن المنطق ان انت بتحقق التنافس الطبيعي ما بين كل الانديه والعدل في المنافسه، وبتعطي كل الانديه نفس الظروف اللي ممكن النادي اللي بينافسك يلاقيها، تروح تلعب على نفس الملعب، ملعب حلو ولا وحش، اجواء الجماهير، المحافظه، الجو العام، الاجواء المناخيه، اي حاجه، وبتدي الانديه كلها تلعب على نفس الملعب. يعني اديكم بس مثال بسيط، وده يودينا لفكره ان الاهلي والزمالك في اعتقد السله او اليد، السله لعب نهائي كاس في السله اتلعب في الاسماعيليه، يعني ماتش باسكت ما بين الزمالك الاكثر شعبيه والنادي الاهلي اتلعب في الاسماعيليه، ولم يمنع الامن اقامه مباراه الزمالك والاهلي في الباسكت في الاسماعيليه في وجود جماهير. خلاص تمام. تاني سؤال، وهنا برضو بروح للمنافسه، المنافسه، وما بقولش ان الزمالك يعني الاهلي على راسه ريشه، هو الاهلي على راسه ريشه في حاجه، ولكن برضه الزمالك والاهلي لا يسمح حاليا لاقامه مباريات الزمالك والاهلي في ملعب بترو سبورت، رغم ان ملعب بترو سبورت مش متواجد في مكان سكني بعيد مستقل، لعب كل مباريات افريقيا وايام من مكان 2014 و2015 و2016 كانت تلعب المباريات في ذاك الوقت للاهلي وللزمالك، تمنع ان تلعب في الاستاد وتمنع ان تلعب في المقاولين، وكانت تتلعب في بترو سبورت. حاليا لن يلعب الزمالك والاهلي في ملعب بترو سبورت، ولكن تلعب كل الانديه المصريه
ويسمح بتواجد كل الأندية في ملعب بتروسبورت إلا الزمالك والأهلي يلعبوا مع إمبي في ملعب تاني غير ملعبه. جهاز الرياضة، طلائع الجيش، كل الفرق تلعب في ملعب الجهاز الرياضة العسكري إلا الأهلي والزمالك يلعبوا في الكلية الحربية. في السابق مباريات تاريخية زي المباراة الفاصلة ما بين الأهلي وما بين الإسماعيلي بعد طبعا كارثة مباراة طلائع الجيش والزقة الشهيرة بتاعت أبو تريكة وكمال كابتن كمال ريشة، لعبت مباراة فاصلة في ملعب استاد الماكس. حاليا لا يلعب الزمالك والأهلي في استاد الماكس، وتلعب كل الفرق في استاد الماكس إلا الزمالك والنادي الأهلي. وكان في السابق ممنوع إن الزمالك والأهلي يلعبوا في المقاولين العرب، مع إن في عز لعبت مباريات. أنا فاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا كان ما بين أورلاندو وما بين النادي الأهلي اتلعب في المقاولين العرب في يوم 2013 على ما أعتقد. ثم حاليا تمنع المباريات لمدة سنتين ثلاثة ثم تعود، ولا أحد يعلم لماذا. نحن نعيش في بلد الأمن والأمان، إحنا في بلد الأمن والأمان، بننعم بأمن وأمان ما عشناهوش من سنين فاتت، وخصوصا بعد 2011 إلى أن عادت مصر، بل كمان مصر تستقبل أكثر من 16 مليون عربي بما فيهم السوريين، السودانيين، الجالية الأكثر تواجدا في مصر بعدهم السوريين، العراقيين، الفلسطينيين، الليبيين، أكثر من 16 مليون واحد عايش في مصر وينعموا بالأمن والأمان. وحتى الآن نجد بعض المسؤولين يقولوا الملعب ده ما ينفعش والملعب ده ينفع، ده ما يلعبش هناك ده يلعب هنا. وهنا أنا بتكلم ليه؟ أنا مش بتكلم كمشجع زملكاوي، أنا بتكلم كمحب البلدي. أنا بحب بلدي وبحب الكورة بتاعت بلدي وبحب بلدي تكون عندها أحلى دوري، وبحب يكون العدالة والمنافسة موجودة.